السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار اليوم الأربعاء 2 من جمادى الآخرة لعام 1438 للهجرة، الموافق 1 مارس لعام 2017 للميلاد، نقدمها لكم من موقع أنا السلفي. أعلنت قناة الرحمة الفضائية عن استضافتها للدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة في لقاء خاص الخميس القادم، وأكدت القناة في مقطع مرئي نشرته على شاشتها أن اللقاء سيتم بمناقشة العديد من القضايا المطروحة والهامة، وأضافت الرحمة أن اللقاء في تمام 9 مساء في برنامج من الحياة والذي يقدمه عمر الحنبلي. نجح محمد صلاح خليفة وخالد أبو خطيب نائبا حزب النور عن دائرة حوش عيسى وأبو المطامير بمحافظة البحيرة في مد خط مياه الشرب لتغذية مناطق نجع المرابط، نجع شنينة، البردويلي، أسفل خط السكة الحديد، خط المناشي الإسكندرية ومصرف عموم البستان. رافق أحمد الشريف نائب حزب النور عن دائرة العامرية وبرج العرب الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أثناء جولته التفقدية للدائرة. أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ميليشيا بشار الأسد أسقطت أكثر من 8 صواريخ أرض على حي القابون بالعاصمة دمشق، كما أطلقت ما يزيد عن 22 صاروخا من ذات الفئة على حي تشرين ومزارع برزة بأطراف دمشق. استخدمت روسيا والصين أمس الثلاثاء حق الفيتو ضد قرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات جديدة على دمشق بسبب الاتهامات المنسوبة إليها باستخدام أسلحة كيماوية. قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن قرار محكمة الاحتلال الصهيوني بخصوص المسجد الأقصى المبارك استعماري وليس قانونيا، ويعتبر استهتارا بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار الذي اعتمدته اليونسكو بخصوصه. طلب مسؤول في الأمم المتحدة يزور طرفي القتال في الحرب الأهلية باليمن الطرفين بضمان تيسير الدخول إلى موانئ البلاد لإيصال واردات الغذاء والوقود والدواء من أجل تفادي مجاعة تلوح في الأفق. أذاعت فضائية إكسترا نيوز أمس خبرا يفيد بأن هناك عدة مصادر يمنية أكدت مقتل القيادي البارز في ميليشيات الحوثي يحيى موسى في محافظة ذمار باليمن. أكد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إن التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي تتطلب المزيد من التعاون والتضامن بين الدول والشعوب الإسلامية، وحذر من حملات تحاول النيل من وسطية الإسلام. أعلنت وزارة الدفاع التونسية الأربعاء أن شخصين وصفتهما بالإرهابيين قتلا على عيد الجيش التونسي في عملية تمشيط لا تزال جارية في جبال منطقة القصرين. رشق طلاب جامعة واسط العراقية أمس الثلاثاء موكب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالحجارة وأجبروه على مغادرة الجامعة من الباب الخلفي. قالت صحيفة واشنطن بوست إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد خسرت بالفعل المعركة طويلة المدى في العراق بسياساتها التي تعزز هيمنة الطائفية وتبقي على الظروف التي أنتجت تنظيم الدولة. أعلنت الأمم المتحدة أن المسلمين الذين ينحدرون من أصل إفريقي يعانون من تزايد التمييز العنصري ضدهم في ألمانيا نظرا لارتفاع معدلات ظاهرة الإسلاموفوبيا في البلاد. سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاعا جديدا في البنوك العامة بعد استقرار دام 4 أيام، ليباع في البنك الأهلي ب16.1 جنيه ونحو 16 جنيها للشراء، وبلغت قيمة ارتفاعات الدولار خلال يوم واحد 35 قرشا. قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار هيثم الصغير وبسكرتارية ناصر عبد الرازق بحبس وجدي غنيم 5 سنوات مع الشغل وغرامة 500 جنيه، وكانت النيابة العامة أحالت وجدي غنيم للمحاكمة الجنائية بتهمة التحريض وتكدير السلم العام. تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية من السيطرة على حريق شب في مزرعة دواج بناحية عزبة البسينة التابعة لمنشأة رضوان بمدينة أبو كبير بعد أن أسفر عن نفوق 2000 كتكوت عمر 3 أيام واحتراق محتويات المزرعة دون حدوث إصابات. أكد مصطفى عبد الستار مدير الشؤون القانونية لجهاز حماية المستهلك أن قانون حماية المستهلك الجديد يلزم البائع بوضع السعر على المنتج لمنع التلاعب والغش التجاري الذي من المقرر إصداره بنهاية شهر مارس، موضحا أنه تم وضع عقوبات رادعة على المخالفين. تشاهدون اليوم على موقع أنا السلفي: لم يقص القرآن عن أمة أنهم أنكروا وجود الله، والنمرود أنموذج الملحد المعاند المكابر، وفرعون كان يؤمن بوجود الله، من سلسلة الإلحاد غير مستطاع، فضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم. فرغ القوم قلوبهم من الشواغل فضربت فيها سرادقات المحبة، من سلسلة كتاب الفوائد
والمحاضرة 11 من سلسلة تفسير سورة الصافات فضيلة الشيخ ياسر برهامي. دروس من رحلة الإسراء. 1. الشيخ محمود عبد الحميد. حق الطفل في تنشئة سليمة. الشيخ عادل نصر. المحاضرتان 22 بعد 100 و23 بعد 100 من سلسلة تفسير سورة البقرة من تفسير السعدي الشيخ إيهاب الشريف. 10 وسائل تعبر بها عن حب الله. 2. حسن الصحبة للقرآن. 2. كيف نتدبره ونتلذذ به من سلسلة فواتح شهية للجوعة الشيخ إيهاب الشريف. تقرؤون اليوم على موقع أنا السلفي: المنهج السلفي واحتكار الحق، كتبه محمد السعيدي. انتهت نشرة الأخبار من موقع أنا السلفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.